أعتم لما تم عرضه في نشرتنا بالأمس عن قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة والثلوج التي غطت معظم أرجائه. قام وفد إعلامي يمثل وسائل الأعلام المحلية بزيارة ميدانية للاطلاع عن قرب على الرداء الأبيض الذي اكتست به قمة هذا الجبل بالكامل في ظاهرة نادرة الحدوث. حمد ناصر السويدي رافق الوفد ووفانا بالتقرير التالي من أعلى قمة في جبال جيس. مع أن أرسلت شمس هذا اليوم خيوطها الذهبية معلنة بداية يوم جديد آخر، انطلقنا في رحلة استثنائية محلقين فوق جبل رأس الخيمة الشاهقة قاصدين أعلى قمة في الإمارات جبل جيس، اسم ارتبط بالعلو والبرد القارس، لكنه اليوم غيرت حلته المعتادة الداكنة وارتدى فستان الزفاف الناصع البياض وكأنه يدعونا للاحتفال معه في ليلة زفافة. اندهشنا من هول المنظر الأخاذ وحسنا أن أقدامنا وطأ قطبا جليديا معمورة، لكننا تداركنا أنفسنا بأننا لم نقطع آلاف الأميال عن إماراتنا الحبيبة. وبالفعل كانت الصدمة والفرحة بادية على وجوه فريق العمل، وارتسمت الابتسامة على الوجوه وأخذ الكل يتلمس هذه الثلوج غير مصدق ما تراه العين، فالذي يرى ليس كمن سمع، بينما استرخى آخر لأخذ قسط من الراحة فوق البساط الأبيض وتطفل برمي كرات الثلج على رفاقهم، وذهب البعض إلى الصدمة الثلجية في مشهد قلما نرى. جبل جيس يرتفع 1900 متر عن سطح البحر ويبعد عليه 25 كيلومترا عن رأس الخيمة، ويرتبط بسلسلة جبلية محاذية لسلطنة عمان الشقيقة، ويمتاز باعتدال مناخ خلال الصيف وبروده في فصل الشتاء، وتظهر بعض الأشجار ذات المناخ المعتدل على سفوحه، ويقطن السكان على أطرافه، ويقطع إيرو طريقا غير معبد للوصول إلى المتر، ويتوجب الحذر عند سلوك طريق الجبل نظرا للانزلاقات أثناء هطول الأمطار. انطلقنا هنا وهناك تأسرنا الغير الجذابة غير عابئين بصعود الجبال الشاهقة، فالطبيعة الجميلة تعوض تعب الجري، لكن البعض شعر بالظمأ وأخذ رشفة كرات الثلج البلورية التي اكتست المنطقة معلنة تغييرا جذريا لأرض الإمارات. فسبحان الخالق الذي لا قطع خيراته، فمن منا تخيل يوما ما أن أرضنا ستتوشح بالبياض الذي كنا نراه متلفزا في قلب أوروبا. غزارة الثلوج على سفوح جبل جيس لم تساعدنا أحيث المشي على أرجلنا، حيث قطعنا الطريق إلى القمة عبر سيارات صغيرة، وتراءت إلى أعيننا من على بعد طائرة عمودية تحلق فوق أعلى القمة، وعند سؤالنا لهم اتضح أنهم يقومون بمهمة تصويرية أيضا لصالح محطات أجنبية وغربية. الرحلة والمغامرة في الباردة جميلة، وكلمة شكر لا بد من تسجيلها هنا باسم مؤسسة دبي إعلام للجهود المضنية التي بذلتها شرطة رأس الخيمة عبر نقلنا طائرة عمودية وتذليل كافة العقبات التي مررناها لتغطية قمة جبل جيس. وستبقى آية الإمارات مرفوعة خفاقة، ليس بعلو جبالها حسب بل بسواعد رجالها الأوفياء الذين أنجبتهم أرض الخير والعطاء. والآن نحن على أعالي جبل جيس، حيث لا تقتصر رياح التزحلق على الجليد على جبال أوروبا وجبال الفرنسية، بل هنا على أعالي جبال جيس بإمكان لعشاق هذه الرياضة أن يمارسوا هواياتهم. حمد ناصر بأخبار الإمارات.